بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم أجرنا ووالدينا وأحبتنا وجميع المسلمين من النار. أيها الإخوة الأحبة في الله، نحمد الله عز وجل الذي جمعنا في هذا المجلس الطيب المبارك إن شاء الله، نشارك إخوتنا فرحتهم بهذه المناسبة الطيبة، وهي مناسبة الزواج، وندعو العروسين بدعاء المصطفى صلى الله عليه وسلم. اللهم بارك لهما وعليهما واجمع بينهما في خير، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يرزقهما الذرية الصالحة التي توحد الله وتعبده ولا تشرك به شيئا. والزواج معاشر الأحبة طهر ونقاء وصفاء وعفة وكرامة، وهو أيضا عبادة يتقرب بها المتزوج إلى ربه سبحانه وتعالى. لما كنقول عبادة، فكل ما يحبه الله ويرضاه فهو عبادة. العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. أي حاجة يحبها الله سبحانه وتعالى وتيرضاها الله سبحانه وتعالى، سواء كانت قولا أو فعلا، ظاهرا أو باطلا، فهو عبادة. فالصلاة عبادة، تبغيها الله ولا ما تبغيهاش؟ يبغيها الله تعالى، هي عبادة. الزكاة عبادة، إذن يحبها الله تعالى فهي عبادة. الصدق، صدق الحديث عبادة، إذن يحبها الله تعالى ويرضاها. الزواج يحبه الله ويرضاه فهو عبادة. وهكذا كل حاجة تيبغيها الله وتيحبها الله سبحانه وتعالى فهي عبادة. وبهذه النية خاص الإنسان يفتح العش، كيقولوا العش وتيقولوا القفص، ولكن احنا نقولوه القصر ديال الزوجيه، باش نشجعوا الشباب اللي كيسمع الشباب، الشباب كيسمعوا العش، كيسمعوا العش وتيسمعوا القفص، يقول هذا الشيء هذا تيخلع العش، واش غندخلوا لك العش نبقاو مضيقين، او لك القفص غيسدوا علينا. لا، نقولوا حنايا القصر ديال الزوجيه باش نشجعوا الشباب شي شويه. اذا الانسان لما كيدخل هذا القصر هذا، اولا خاص ينوي أنه تيتعبد لله، تيتعبد لله وتيتقرب لله سبحانه وتعالى، لأن كيفتح عليك واحد البيبان كثيرة ديال الخير، وتيسد عليك واحد البيبان كثيرة ديال الشر. أبواب الخير كلها تفتح، الزوجة الصالحة، الزوجة الصالحة والذرية الصالحة، وبالعفة وبالبعد عن الحرام وبالبعد عن الفسق والفجور. فالإنسان كلما تقرب إلى الله سبحانه وتعالى بهذه العبادة، إلا وحصن نفسه من مجاري الشيطان. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال للشباب: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج فليبادر، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج. كيسد المجاري ديال الشيطان وتيغلق المنافذ ديال إبليس. ومن لم يجد، مازال ما وجدش عنده الاستطاعة، فعليه بالصوم اللي كيجي من مور الزواج، في إغلاق مجاري الشيطان، وفي إغلاق أبواب الشيطان، وفي إغلاق أبواب إبليس، هو الصوم. ومن لم يجد فعليه بالصوم. لماذا؟ فإنه له وجاء، أي وقاية، يقي العبد، يقي العبد من المحرمات، يقي العبد من الكلام الفاحش،
إذا كتعود تقول الكلمة الطيبة وكتعود تقول الكلام طيب وكتعود تجتنب الكلام القبيح وكتعود تجتنب الفسق وتجتنب الفجور. ولذلك كتشوفوا في رمضان حتى هذوك اللي كيسكروا تيقولوا أودي جاي رمضان راه ما خصنيش نشرب الخمر. وكاين واحد الحديث وإن كان السند ديالو ضعيف ولكن حتى العمل به أصبح يعني من السنن اللي كتفتح الباب ديال التوبة الكثير من المخمرين. تيقول لك أودي راه الإنسان خصو إلا بغى يصوم رمضان خاص الخمر ما يجيش في كرشور 40 يوم، فلذلك تيقطع الشرب من 20 في رجب زعما باش الصيام ديالو يكون صحيح. حنا كنقولوا الحديث يعني فيه كلام في السند ديالو، ولكن على الأقل هذا الفعل هذا يدل على أن الإنسان يستطيع إذا أراد أن يترك المعصية فإنه يستطيعها. بمعنى ما يقولش إنسان مستحيل نقطع الشراب، مستحيل نقطع الكارو، مستحيل نقطع الكذوب، مستحيل يعني داكشي راه جرى لي مع الدم، أنا كنكذب 20 مرة في دقيقة داكشي جرى لي مع الدم، صعيب نحيدو، صعيب عليا نحيد هذه، لا راه ما كاينش حتى شي حاجة اللي صعيبة على الإنسان، غير المسألة مسألة إرادة، واش عندك الإرادة ولا ما عندكش. فشوف الإرادة اللي كتكون عند الإنسان في الصيام، ديك الإرادة ديال 17 ساعة ما قدرش يجبد الكارو، ما تيفكرش فيه كاع نهائيا، لأن 17 قال صافي هادشي ما غيكون حتى المغرب. إذا اللي إلا عندك هاد الإرادة ديال 17 ساعة وزد عليها هذيك 7 السوايع الأخرى وزيد على داك الطريق وهكذا. إذا فالصيام يغلق منافذ الشيطان، وكذلك الزواج خبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أنه تيغلق المنافذ ديال إبليس. ولذلك الإنسان المتزوج يكون أبعد من الفاحشة من الغير المتزوج، لذلك اللي ما مزوجش يعني أقرب إلى الفاحشة إلا من عصمه الله، لأن التوفيق من الله سبحانه وتعالى. شوف سيدنا يوسف وهو نبي شنو قال عليه ربي عز وجل، كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء، لماذا؟ إنه من عبادنا المخلصين. إذا ربي عز وجل قال لك هالطريق بغيت يعصمك ربي تيقولوا المغاربة واحد المثلة يقول لك سبب يا عبدي نعاونك، دير السبب. السبب هو تكون أنت مخلص، تكون صالح، تكون يعني كتكره المعصية، كتكره الفاحشة، ماشي أنت باغيها وكتقول كذا، لا خاصك تكرهها وتبغضها. داك الشاب اللي جا عند النبي صلى الله عليه وسلم في الأول ملي جا يعني حببت إليه الفاحشة، الشيطان زينها ليه، وجا عند الرسول صلى الله عليه وسلم قال لي يا رسول الله المناسبة باش جيت عندك هو باش ترخص ليا في الزنا، يا رسول الله إذن لي بالزنا، أنا سمعت باللي يعني حرام وكذا وكذا، ولكن دابا غلبتني الشهوة وجيت باش تعطيني الرخصة، شوف لي الحل. وهذا النوع راه كاين في الزمن ديالنا، تيجي تيبغى يقلبها على الفقيه شوف لي الحل، المهم النتيجة راه بغيت ندير كذا وكذا وكذا، شوف لي الحل. ولكن لك الفقيه متقي الله وفاطن وذكي تيكون الجواب ديالو ايضا ذكيا كما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الرجل غلبته الشهوه، منين غيدخلوا النبي صلى الله عليه وسلم؟ غيدخلوا من العفه وغادي يدخلوا من المروءه والشهامه، لان يعني عارف انه واخا غلبته الشهوه في هذه اللحظه ولكن الاصل اللي عنده ديال المروءه والشهامه والغيره راه باقى عنده. قال له الرسول صلى الله عليه وسلم غنسولك واحد السؤال، أترضاه لأمك؟ هادشي اللي بغيتي دير أنت في بنات الناس، واش ترضاه لأمك؟ قال له لا يا رسول الله، جعلني الله في ذاك. أترضاه لأختك؟ تبغي هادشي لأختك؟ قال له لا يا رسول الله، جعلني الله في ذاك. فين ما سولوا على شي وحدة من المحارم ديالو تيقول لي أبدا ما نرضاش لا لأمي ولا لأختي ولا لعمتي ولا لخالتي. قال له فكذلك الناس، بمعنى كذلك الناس لا يحبونه لأمهاتهم ولا لبناتهم ولا لأخواتهم. هنايا يعني بحال بغينا نقولوا فاق، بحال شي واحد كان تالف وصرفقتيه وفاق. هنا لما فاق قال له يا رسول الله ادعي معايا، لأن الشيطان راه كيتربص بيا، مادام وصلني الشيطان حتى لهذ الدرجة نتجرأ على هذا الحرام ونتجرأ نجي عند الرسول نطلب منه يعطيني الرخصة. هذه جرأة مضاعفة، جرأت على الله وتجرأت على الرسول ديالو وقلت ليه قلب لي على الحل باش ندير المصيبة، دعي معايا يا رسول الله.
فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على صفر الشاب، قال والله ما رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على صدري إلا ولا شيء أبغض علي من الزنا. قال لك ديك اللحظة اللي هزيت النبي صلى الله عليه وسلم من فوق الصدر ديالي ودعا معايا، قال لك ما بقى كيبان لي شي حاجة قبح في هذه الكرة الأرضية أكثر من الزنا. إذن المسألة مسألة عفة. إذن هذا شنو اللي غلبه؟ غلبته الشهوة، وغلبه يعني أراد الشيطان أن يغلق عليه، أن يفتح عليه أبواب الشر وأن يغلق عليه أبواب الخير. إذن فالزواج معاشر الأحبة باب من أبواب الخير. ولذلك حتى هذه الآيات اللي سمعنا من الأستاذ خالد بارك الله فيه، راه الله تعالى لما ذكر لنا الزواج حفه بتقوى الله، ذكر تقوى الله قبل الزواج وذكر تقوى الله بعد الزواج، فقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله. التقوى في الأول والتقوى في الوسط والمراقبة في الأخر. شكون اللي غيجعلك تخاف الله؟ هو أنك كتشعر باللي كيشوفك وكيطلع عليك في أي لحظة. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. واش اللي كيشعر الرقابة والمراقبة ديال الله سبحانه وتعالى؟ واش يقدر يرتكب شي معصية؟ هو قاعد دخل على شي امراه ولا كذا تيقول الله يراني. ولذلك هذا هو المراقبه ديال الله هي اللي حركت ديك المراه اللي يعني بغى يوقع عليها واحد الرجل في الفاحشه، بغى يعني كانت مضطره وهذا على اي حال، فقالت ليه مضطره لواحد 100 دينار تسلفني 100 دينار، قال انا نعطيك 100 دينار بلا سلف ولكن تخليني ندير كذا وندير كذا. اللحظه اللي بغى يوقع في الفاحشه قالت لي يا هذا اتق الله، يا هذا اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، يعني دير الحق تفض الخاتم بحقه وهو الزواج، يعني العفة والصداق والمهر والشروط والحقوق المعروفة الأركان ديال الزواج. قال النبي صلى الله عليه وسلم فقام عنها وكانت أحب شيء إليه. كانت بنت عمو كان عليه تحل قصة طويلة، ولما يعني تذكر تقوى الله وخوف الله سبحانه وتعالى وقام بهذا العمل دعا الله تعالى وانفرجت عنهم الصخرة. هذا من دوك ثلاثة اللي تسدت عليهم الصخرة، واحد دعا الله تعالى ببر الوالدين وتحركت الصخرة، واحد دعا الله تعالى بالعفة، هذا بالعفة والطهارة، وواحد دعا الله تعالى يعني بالأمانة، أنه واحد الأجير ديالو خلى ليه الامانه ديالو بدا كينميها له حتى ولات كبرات واعطاها ليه يعني اضعاف مضاعفه فانفرجت الصخره. اذا تقوى الله هي اللي خصنا نستحضروا في هذه المواقف ديال المحن، المواقف ديال الفتن نستحضروا دائما تقوى الله، لان كتكون معنا اذا كانت معنا تقوى الله راه غنصليو في الوقت، كانت معنا تقوى الله غنزكيو في الوقت، كانت معنا تقوى الله غنتهلاو في الوالدين، كان معنا تقوى الله غنتهلاو في الوليدات، كانت معنا تقوى الله كل شيء الاعمال اللي كيرضاها الله تعالى غادي تكون حاضر. ولذلك في بدايه سوره البقره يقول العلماء هذه السوره هذه الله تعالى ذكر لنا التقوى مع جميع اركان الاسلام الخمسه. اركان الاسلام الخمسه الصلاه التوحيد، بعدا الصلاه الزكاه الصيام والحج، هذه الاركان الخمسه كلها تذكرت معها تقوى الله، بمعنى اذا كان خوف الله غادي يكونوا هاد الاركان، يعني الاركان اللي كيتبنى عليها الاسلام. وإلا ما كانش تقوى الله وضعاف الايمان ديال الانسان وخف اليقين والايمان عند الانسان وخفت التقوى، تيمشيو هاد الاركان تيريب الدين ديال الانسان، تيطيح الدين ديال الانسان. الف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى لمن؟ للمتقين. اول حاجه الذين يؤمنون بالغيب، العقيده الايمان هو الاول، ويقيمون الصلاه كيؤديوا الصلاه كما أراد الله سبحانه وتعالى، بالشكل الذي أراد الله، بالطريقة اللي بغى الله، وفي الوقت اللي بغى الله، وفي الهيئة اللي بغى الله. ومما رزقناهم ينفقون الزكاة. ولما ذكر الصيام قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، تحقيق التقوى بالصيام.
ولما ذكر الحج قال الله تعالى الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. فإذا كان التقوى هذا خير الزاد غيعاونك في جميع أركان الإسلام وغيعاونك حتى في المعالم ديال الأخلاق. الإنسان اللي كتلقاه متقي الله تعالى تيكون كما تيقولوا المغاربة مزيان مع ربي ومزيان مع عبده، مزيان مع الله تعالى كيأدي الفرائض ديال الله تعالى، ومزيان مع الناس مع الوالدين مع الجيران مع الأقارب كذا، لأن دائما تيستحضر تقوى الله، ومزيان حتى في المجتمع ديالو. إلا كان تاجر تيتقى الله، كان حداد كيتقى الله، كان نجار كيتقى الله، كان جزار تيتقى الله، دائما تيستحضر تقوى الله تعالى في الأعمال ديالو في الشؤون ديالو في الأخلاق ديالو في العقيدة ديالو. وذلك واحد الملاحظة لاحظوها العلماء في هذه الآيات ديال التشريع، لما كي ربي عز وجل تذكر لنا الآيات اللي كتتعلق بالشريعة، الشريعة ديال الإسلام، سواء الآيات اللي كتتعلق بالأسرة بالزواج بالطلاق بالأولاد بالأسرة، كل شيء هذا الشيء كيربط الله تعالى بالتقوى. لأن إذا كان خافوا الله غنحققوا داك الشيء اللي بغى الله تعالى في المعاملة. شوفوا هذه سورة البقرة فيها أمثلة كثيرة، لما تكلم الله تعالى على الرضاعة، وتكلم الله سبحانه وتعالى يعني على الزواج، وتكلم الله تعالى على الطلاق، دائما تلقوا واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه واعلموا أنكم إليه تحشرون، واعلم يعني دائما واعلم أن الله تعالى يراك باش ما تظلمش تقى الله تعالى. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين، أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون، واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. إذا شكون اللي خلى هادو يعني في المعاملات ديالهم مستقبلين في المعاملات ديالهم، شكون اللي خلاهم مستقبلين في صلاتهم، شكون اللي خلاهم كيأديو الفريضة ديال الله كما بغى الله، شكون اللي كيأديهم كيخليهم يعني يأديو الزكاة كما بغى الله. واعلموا أنكم إليه تحشرون، يعني دائما مراقبة الله وخوف الله سبحانه وتعالى، ثم أن هذه الأخلاق وهذه المعاملات وهذه العبادات كيعرف العبد أنه هو محتاج لها. ملي غادي نصلي مثلا، ملي غادي نصلي شكون اللي محتاج لهذه الصلاة؟ واش أنا ولا الخالق ديالي؟ الجواب أن الخالق اسمه الصمد. ما معنى اسم الله الصمد؟ الصمد لا يحتاج إلى أحد ويحتاج إليه كل أحد. تعريف ديال الصمد الذي لا يحتاج إلى أحد ويحتاج إليه كل أحد. عودها ولدي، ما معنى الصمد؟ الذي لا يحتاج إلى أحد ويحتاج إليه كل أحد، هذا هو الصمد. إذن هذه الصلاة واش الله تعالى محتاج لها؟ لا، غني على صلاتنا، غني، ولكن إحنا اللي محتاجين لها، إحنا اللي محتاجين لها. إذن الحاجة اللي إحنا محتاجين لها وضرورية وداخلة في الحاجيات ديالنا الضرورية يا لا بد نقوم بها كما بغى الله لا بد نجتهدوا فيها، ولا بد نبحثوا لها على الشروط ديالها، ولا بد نبحثوا لها على الأركان ديالها، ولا بد نبحثوا لها على الواجبات ديالها، ونقوم بها على الوجه الأكمل. ما تكونش عندنا الصلاة على هامش، بارك الله فيك، ما تكونش عندنا الصلاة على هامش الحياة ديالنا، زعما حتى وكان تا نسالي تا نرجع من الشغل ديالي تا نرجع من الخدمه ديالي اخر حاجه هي الصلاه ونصليها كما كيفما اتفق. لا، انا محتاج لهذه الصلاه، اذا لابد نصاوبها مزيان ولابد نتقنها ولابد. لو كنت كدوز شي امتحان في المهنه ديالك وانت محتاج لديك المهنه وقال لك الا صوبتي هذا الكاس صوبتي بهذه الطريقه وكذا وكذا راه غتشد فيه 5 دراهم، ولكن الا صوبتي بهذه الطريقه قل منها وكذا غتشد فيه غير 3 دراهم، واش غتصوب بالشكل الكامل ولا غتصوب داك الشكل الناقص؟ الشكل الكامل. غتصوب بالشكل الكامل لان انت عارف انك محتاج لدوك الدراهم. الا صوبتي 100 بياسه ب 5 دراهم
راه 500 درهم، ولكن اذا صرفتي 100 بيسه ب 3 درهم راه غير 300 درهم، راه ناقصه. اذا انت عارف انك محتاج لهذاك العمل يكون متقن باش الجزاء ديالو يكون افضل. ايوا حتى الصلاه، حتى هذه العباده باش ما تقنها، باش ما ان شاء الله تعالى الجزاء ديالها غيكون اوفر. وراه قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم على الصلاه، ان الرجل لا ينصرف من صلاته وقد كتب له عشرها او تسعها او ثمنها او سبعها. يعني بدا كيقول من واحد حتى العشره، قال لك راه كينصرفوا الناس، واحد كيتكتب ليه 10 على 10، واحد 9 على 10، واحد كيتكتب ليه 8 على 10، واحد 7، واحد 4، واحد حتى اللي كيتكتب ليه 0. صلى بحال واحد كيقولوا تيقولوا شي حديد ديوي قال لك صلى شي صلاه، اي تحديد عرفت تعرفوا تحديد دو. يعني هما ناس طيبين ولكن تيعاودوا يعني شي امور فيها ابتسامه بحال هكذا. قال لك اسيدي هذاك رجع من 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 الجنان، جا معطل، جا من كان تيسرح ولا تيسقي الماء، وهذا رجع هو جمع الصلوات جمعهم، الوضوء ما توضاش مزيان، يلا دار ركعه الاولى شاف راه تابعه 20 ركعه لان غيصلي الصلوات ديال النهار كامل، بدا كيسرب يلا ضرب ديك ركعتين الاولى هو يضرب يده صفق، قال ليه اكرت التقبيله كيفاش انت تقبل ربي؟ قال له كاع ما قبلت هذا باش يقبلها الله تعالى. بمعنى حنا نصليو الصلاه اللي غيقبلها الله، ماشي غير الصلاه ديال السيرفيس. الصلاه ديال السيرفيس غير كوب 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 كوب. هذا الشيء اللي قال النبي صلى الله عليه وسلم ذاك الراجل، هو راسو صحاب ليه صلى واحد ركعتين طق 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 طق، السلام عليكم، جا قال السلام عليكم يا رسول الله، قال ليه النبي صلى الله عليه وسلم وعليكم السلام، ارجع فصلي فانك لم تصل، ارجع عاود صلي راه ما درتي والو، عاود صلي راه ما هادشي اللي درتي راه ماشي صلاه، عاود الثانيه عاود الثالثه. حتى المرة الثالثة قال له والله لا أعلم غير هذا، فعلمني يا رسول الله هذا الشيء اللي أعطى الله. عاد النبي صلى الله عليه وسلم قال له إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء، تقل الوضوء ديالك، ثم كبر، ثم اقرأ ما معك من القرآن الفاتحة والسورة، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم اجلس حتى تطمئن جالسا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. اي هذا الشيء اللي درتي في النموذج ديال الركعه الاولى ديرو في الركعات الاخرين وهكذا. اذا حنا اللي محتاجين لهذه الصلاه، نغير حيدوا من راسنا ديك الفكره ديال يعني ان الصلاه غير زايد ناقص، او لا صلاح توكال، او لا حتى ترشق ليا، او لا غير نحيد عليا السيرفيس، او لا غير نحيدها على ظهري. لا، راك انت محتاج ليها، تقنها وصوبها لان انت محتاج ليها. راه عندك تجي الصلاه ديالك يوم القيامه وتحاسب معاك، وتلف كما يلف الثوب الخالق، بحال ديك الهيدوره القديمه المشرقه كتجمع وكتلح، عندك تكون الصلاه ديالك بحال هذا الشكل، او لا الصلاه ديالك يضربها لك السقف ديال الدار ديالك. راه كاين اللي قال لك الصلاه ديالو كتوصل للسقف ديال دارو، وكاين الصلاه اللي كتوصل حتى للنص وترجع، وكاين الصلاه اللي كتوصل حتى للسماء الدنيا وكترجع. بمعنى عندك ترجع هذيك الصلاه ديالك وما تقبلش، لان السلف الصالح خبرنا النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث امنا عائشه انهم تيديروا العمل وتيخافوا ما يتقبلش منهم. والذين يؤتون ما اتوا وقلوبهم وجله، يعني تيديروا العمل تيجتهدوا فيه ولكن قلوبهم وجله. ما معنى وجله؟ خائفه. قالت عائشه واش يعني قلوبهم خائفه؟ يعني خائفه على ان ذاك العمل ما يكونش متقن. قال لها واجله الا تقبل منه، يعني قلوبهم واجله خائفه عن ان لا تقبل منهم تلك الاعمال. شوفوا هما تيصليو وخايفين ما تقبلش منهم، وحنا شي ما كيصليش كاع وشي كيصلي وما عنده غرض تقبل ولا كاع ما تقبل. لا يا اخي الكريم، ينبغي ان نجتهد في ادائها كما اراد الله، وان نؤديها في بيوت الله، يعني في مساجد الله. يعني الله تعالى قال انما يعمر مساجد الله من امن بالله واليوم الاخر واقام الصلاه واتى الزكاه ولم يخش الا الله فعسى اولئك ان يكونوا من المهتدين. وفي ايه اخرى سماهم رجال، هذو هما الرجال الحقيقي، الرجوله. لما كنقولوا الشباب تيقولوا الرجوله الحقيقيه هي تصلي في الوقت وتصلي في المسجد. رجال لا تلهيهم تجاره ولا بيع عن ذكر الله واقام الصلاه. نسال الله تعالى ان يوفقنا واياكم لخشيته والانابه اليه واداء فرائضه كما يحبها الله تعالى ويرضاها،
نسأل الله تعالى أن تقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يهدينا وإياكم سواء السبيل، وأن يبارك في هذه الأسرة المباركة الطيبة، وأن يبارك في العروسين، اللهم بارك لهما وعليهما واجمع بينهما في خير. وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.